الرئيس هو البرلمان المرتقب. الثنائية الأكثر جدلاً اليوم في الشارع المصري وفي الأروقة السياسية، تصورات مختلفة اجتهد كتاب الرأي والمحللون في وضعها كسيناريوهات ترسم شكل العلاقة المرتقبة بين سلطة الرئيس وسلطة التشريع، ولا سيما والبرلمان المقبل بما له من صلاحيات هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمانات المصرية، يجعل من التكهن بما هو آت أمر بالغ الصعوبة. البعض اختار أن يتصور الوضع حال تكتل البرلمان بشتى أطيافه ضد الأجندة التشريعية للرئيس. عندها بحسب أصحاب هذا الرأي ربما يلجأ كل طرف إلى الدستور، بحيث يهدد الرئيس بحل البرلمان استنادا إلى نص الدستور، ثم يشرع في إجراء استفتاء شعبي لحله. في الوقت ذاته يقوم البرلمان بسحب الثقة من الرئيس والدعوة لعقد انتخابات رئاسية مبكرة، حيث سيوجه البرلمان للرئيس عندها تهمة انتهاك الدستور. سيناريو يعني في حال حدوثه دخول مصر في دوامة جديدة من الفوضى السياسية، باعتبار أن كل طرف سيحاول حشد أنصاره في مواجهة الطرف الآخر. أما السيناريو الآخر فيرى أن العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب المنتظر ستتسم بالتعاون والتفاهم حول أمور عدة كالأجندة التشريعية والموازنة العامة للدولة والسياسة الخارجية أيضا. تحقيق هذا السيناريو يكون في أحد حالتين: الأولى أن يتعاطى الجانبان مع بعضهما بعضا بمسؤولية ووطنية انطلاقا من خصوصية المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، والثانية أن تكون الأغلبية في البرلمان خليطا من الأحزاب المساندة والداعمة للرئيس، بالإضافة إلى المستقلين الذين ينتمون إلى التيارات القومية المدنية والليبرالية. وفي حال حدوث ذلك سيتسنى للرئيس تمرير حكومته من البرلمان دون الرجوع إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية، وهو ما سيحرص الرئيس عليه في أول اختبار لشكل العلاقة بينه وبين البرلمان. عليا عز الدين، العربية.